السلام عليكم جميعا، رمضان مبارك عليكم. في كثير شغلات برمضان ما بيعرفها الصائم، فراح نجتمع مع ابو عمر الادلبي امام احد مساجد في مخيم الزعتري. تفضل خلينا نحكي مع ابو عمر. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافيه شيخ. مرحبا فيك. تفضل. السؤال الأول، هل استخدام فرشاة الأسنان تفسد الصيام؟ استخدام فرشاة الأسنان لا تفسد الصيام، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، لكن علينا أن نتحرى أن لا تدخل إلى الحلق، وإن دخلت إلى الحلق بدون قصد. شيخي، بتعرف رمضان وما فيش كهرباء، يعني في كثير بعض الصائمين بيأخذوا النوم لساعات طويلة في رمضان، هل يفسد الصيام أم لا؟ النوم في نهار رمضان لا يفسد الصيام، ويجوز النوم في نهار رمضان ولو طوال النهار، لكن يستيقظ فقط من أجل الصلاة وينام لا بأس بذلك. شيخي، برمضان ربة المنزل يعني الطعام بجوز يطلع مالح بجوز يطلع حلو، هل يجوز لها أن تتذوق وهي صائمة؟ يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام وهي تطهيه، بحيث تحس بطعمه مالحا أو غير مالح، لكن لا تبلع هذا منه شيئا. شيخ، كثير يعني برمضان بصير قطرة عين قطرة أذن، يعني كثير ناس بتمرض برمضان، هل قطرة العين والأذن تفسد الصيام؟ قلنا المفطرات هي ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف والفم، أما قطرة العين وقطرة الأذن والتحميلة الشرجية والتحميلة الفرجية والإبر الوريدية فهي غير مفطرة. هل يجوز للمرضع الإفطار في رمضان؟ يجوز للمرضع الإفطار في رمضان إذا كانت لا تستطيع أن تطعم أو تشبع ولدها، لكن عليها القضاء بعد رمضان ومعها سنة كاملة. شيخ، الجماع في رمضان بين الزوجين هل يفسد؟ الجماع في رمضان في يوم رمضان يفسد الصيام، وعليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والذي والآن لا يوجد رقاب. في كل أيام السنة إن كان رمضان أو كان غير رمضان، بإيمان ألحقنا والذين آمنوا